فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن من السنة خلع النعال عند المشي بين القبور؟ إذا كان يؤذي القبور نعم، إذا كان يؤذي القبور يطأ عليها فلا يلبس، أما إذا كان ما يؤذي القبور والأرض فيها حصى وفيها شوك يلبس النعال لا بأس، نعم بس ما يؤذي القبور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.